هذا النظام سيغير خارطة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ورعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة مع مواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأن هدفه الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع. إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. بن سلمان اعتبر أن نظام الأحوال الشخصية جاء شاملاً، وهو يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق، كما يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح على حد قوله. Are women equal to men? بلا شك. Absolutely. We are all human beings and there is no difference. ويتناول نظام الأحوال الشخصية الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية بما يشمل الخطبة، الزواج، المهر، حقوق الزوجين والفرقة بينهما، النفقات، حضانة الأولاد، النسب، الوصية والإرث والولاية والوصاية، مع ضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. نحو تطوير البيئة التشريعية واستحداث أنظمة تحفظ الحقوق كمرجعيات قضائية. وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً كسن أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلاقات. ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له. كما يؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة طعام، المسكن، الملبس، الحاجيات الأساسية وما تقرره الأنظمة ذات الصلة، كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.